ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اعتقلت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية في المهدية بالقنيطرة عسكريين، أحدهما يشتغل في جهاز المراقبة العسكرية للحدود في المهدية والثاني في فرقة الخيالة للقوات المساعدة، وأحالتهما على النيابة العامة. وأوضحت يومية الصباح التي أوردت الخبر وتوصلت به ماروك أخبار يومية أن المتهمين انتحلا صفات أمنيين واستعمل أصفادا واعتقل عشاقا في شاطئ المهدية لابتزازهما في مبالغ مالية. القضية خرجت إلى العلن عقب وضع شاب شكاية في الدائرة الأمنية بعدما اعترضه الأمنيين رفقة عشيقته ونقله إلى منزله وطلب منه 300 درهم لإطلاق سراحه. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.